أحسن الله إليكم. في سؤاله الأخير يقول: هناك بعض الناس يذبحون وينذرون لأصحاب القبور ويسألونهم الصلاح والعافية والرزق ويحلفون بالله كذبا ولا يحلفون بأولئك المقبورين كذبا، أرجو أن تنصحوا هؤلاء عبر برنامجكم النافع، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا. الذبح للقبور والاستغاثة بهم، طواف بقبورهم، تقرب إليهم ورجاؤهم جلب النفع، دفع الضر، كل ذلك من أنواع الشرك بالله عز وجل، وهو شرك أكبر لأنه صرف أنواعا من العبادة لغير الله عز وجل. فالواجب على من يفعل ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يخلص العبادة لله عز وجل، لأن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا يرضى أن يشرك معه أحد من خلق، لا نبي مقرب ولا ملك مرسل ولا صالح من الصالحين. العبادة حق لله عز وجل، والله جل وعلا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكلمة شيئا نكرة في سياق النهي تعم كل شيء، فلا يجوز أن يشرك مع الله أحد، ومن أشرك مع الله أحدا في عبادته فإنه يكون من أهل النار الخالدين المخلدين فيها إذا مات على ذلك ولم يتب. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، لا يصح معه عمل. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك الأكبر يحبط الأعمال في الدنيا والآخرة ويجعل صاحبه خالدا مخلدا في النار. فالواجب على من يريد النجاة لنفسه أن يتوب إلى الله عز وجل قبل الممات، وأن يخلص العبادة لله، وأن لا تأخذه الحمية الجاهلية أو العصبية الممقوتة أن يستمر على شركه وعلى عبادة، أو التقليد الأعمى أن يستمر على شركه فيموت على الشرك فيكون من أهل النار خالدين المخلدين فيها. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب للأمر بتوحيده والنهي عن الشرك به سبحانه وتعالى. نعم.